الله. السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ جمعه مباركه ان شاء الله. كل جمعه تاكلوا الطعام نتوما بخير هانيين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد القصيعه تاع الطعام. دابا انا مشيت للمارشي وجيت جبت شويه د الخضره وجيت باش نشاركها معكم. هذه دابا بطاطا الحلوه موجوده تبارك الله، دفعت مزيان اليوم في المارشي. بطاطا مزونه جديده عامل الفلاح. هذه بطاطا اخرى اللي كنديرو في المرقة. يا لو كنتمشاو مع الوقت تي ربي يحن علينا وعلى جميع المسلمين. طيبه لفتها نتوما جديده تبارك الله، ما شهيتها فيكم. ها نتوما شوف الريحه تاعتها غير كتعطي. هذه هي البوريه، لفت البوريه كتكون زوينه، كتكون ناشفه من الداخل من الماء، ماشي تاع السقا. هذه تبارك الله دايره بحال اللي كتاكلي الخبز. ها طبعا الموس كيمشي فيها. ها هذه ديك اللفت البيضاء، طبعا تبارك الله مقاسها ما والو. هي غالية شوية هاد اللفت، دايرة 100 فرانك الكيلو. غيزو حيت ما كتاكلوش ليا بنتي، كندير باي انا كناكلو انا. غيزو زوين ساعة ما كتاكلوش. صيلة صلاة ريشه. قرعه دابا غادي نغسلها مزيان، نديرها في الماء ونغسلها.
دجاج وشي عظيمات ها هما اللفت ندير كطيب مع الطعام حيت ما كتبغيش طيب داري واخا راه صغيره ولكن ضروري كنديرها لي انا هي وخيزو ودراك كنخليها هي الاخر دابا غادي ندير العطريه غرف تاع العود ها نتوما داكشي تقليدي ها هي الملحه زهر ها هو جبير شويه الزيت الربيع ها هو صيده ونديرو يتشحر مزيان عاد ندير الماء ويستعمل اللبن ها هو يلا جدو تفضلوا نتوما الاولين بسم الله الله واعره وحلوه وزوينه ما شهيتها ليكم انا دابا درت غير السميده ما فورتوش السميده بوحدها السميده كنخليها شويه تشرب نعاود ليها عاوتاني الماء ونعاود ليها حتى تطرطعب صافي وكندير الطيب